يومك مبارك عزيزي المشاهد، وأهلا وسهلا بك في حلقة جديدة وفي يوم جديد وفي سحر جديد. ها نحن قد تجاوزنا النصف من رمضان، واليوم نحن في الليلة 16، بقى أقل من نصف الشهر، وبذلك لم تبقى أمامنا سوى 13 أو 14 ليلة نكون فيها قريبين من أنفسنا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن القرب إلى الله هو القرب إلى النفس. النفس تريد ما يعزها، ما يسعدها، ما يغفر لها، ما يرحمها، ما يبعد عنها الشر. ولا يوجد شيء يحقق كل هذه الأشياء مثل الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الأيام وهذه الليالي يجب أن نستغلها، وخصوصا العشرة الأواخر، عشرة ليالي القدر التي كان الرسول العظيم يشد المئزر، وها نحن لم تبقى إلا سوى 14 يوم، أسبوعين، قد يكون بعد أسبوعين من الآن في مثل هكذا ليلة نحتفل بقدوم العيد يا رب إن شاء الله، ويكون أدمه أدم خير. وندعو الله أن يعطينا الصحة والقدرة والمغفرة والسعادة حتى نكون قريبين من الله خلال هذه 14 يوم. وما أدراك، 14 يوم، أسبوعين، قد يعطيك الله ما لم يعطيك الدهر كله، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء قدير، ولذلك وليس ذلك على الله ببعيد، يعني سبحان الذي يقول الشيء كن فيكون، سبحان الذي يحيي العظام وهي رميم، فالق الأصباح، فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، وهو دعاء عظيم. دائما علينا أن ندعو الله بقدرته، فالق الأصباح، هذا الفجر الذي نراه نحن في كل يوم، وقد نراه عشرات الآلاف في حياتنا، عمل فيه إحجاز عظيم من الله سبحانه وتعالى. هذه الدورة التي تدور فيها الأرض حول الشمس، وكيف تدور؟ تدور رويدا رويدا، النور يأتي بسيطا بسيطا. لو كانت الشمس تشرق رأسا لما استطاع الإنسان أن يعيش سنة شهرا، لأنه خلاص عيونه تنتهي. ولذلك كانوا يسألون رواد الفضاء، لأنه شنو أصعب شيء عندما تكونون في المركبة الفضائية التي تدور حول الأرض؟ كانوا يقولون كالآتي: عندما نلف الأرض فجأة الشمس نراها رأسا من ظلام إلى رأس النور هائل، حتى عندما نضع أيدينا يقولون النور هائل، ويجعلنا للحظات نفقد البصر يعني، ونتألم، ونحس حتى أن خلايا العين تتألم يعني تحتقن، وها يقولون تحصل كل 4 ساعات، يعني المركبة تلف الأرض 4 ساعات، والآن أقل طبعا، يعني كل 4 ساعات تواجه هذه القضية، وعينك تحتقن كل 4 ساعات، عينك تحتقن. ولذلك هذه مسألة جدا خطرة وجدا صعبة. ولهذا الله سبحانه وتعالى عندما بدأ الفجر بسيطا، يقشط الفجر يعني، والقشط هو البداية في قشط الأشياء من الخارج طبقة طبقة، فتلاحظون تبدأ نور بسيط، ثم نور بعد ذلك، ثم حتى عندما تشرق الشمس لا تكاد تؤلم ولا تكاد تحس بها يعني، لأنه رويدا رويدا جاء هذا النور. هذه آية عظيمة جدا، لو يعلم الإنسان. فذلك واحد يدعو الله في هذا، فارق الأصباح، فارق الحب والنوى، النوى هذا والحب شلون ينفلق، شو النوى، شوف هذا النوى شكد قوي، صلد نبات بالشاكوش ما تقدر له. هذا بمجرد أن يلامس الماء تلاحظ بداخل تطلع النبتة ثم يخرج ويشق هذه النوى، وتتحول هذه النواة إلى جذور، وتشوف نبتة. هذا الذي فلق، ودائما الجاذبية الأرضية تسحب
أي شيء إلى الأسفل، لكن تلاحظون بأن الشجرة تصعد إلى الأعلى. لا يوجد شيء يصعد إلى الأعلى باستثناء الشجرة. زين، وين الجاذبية؟ الجاذبية تجذب كل شيء إلا الشجرة. تلاحظها الجذر ينسحب، يعني الجذر الأرض بجاذبيتها تسحبه إلى الأرض، ولكن تلاحظ الشجرة تراها ماذا؟ تصعد إلى الأعلى. فآية أخرى هذه تؤكد بأن هنالك خالق عظيم، هنالك قدرة. ماكو شيء اسمه الأمور تكونت هكذا. شو تكونت هكذا؟ هاي الدقة المتناهية، هذا الهندسة الدقيق، شلون صارت؟ يعني لو تجيب التحديد وتجيب وايرات وتجيب باتريات وتجيب جام وتجيب هذا وتخليها مليون سنة تصير طيارة أو تصير سيارة مثلا؟ لو تجيب كل مواد الطيارة، كل مواد الطيارة بليت ومدري شنو هذا وجام وهذا وتحطها، خليها مليون سنة، شلون تتحول إلى طيارة؟ إن لم يكن هنالك خالق. فشلون تكونت هاي الأشياء؟ وليش ما تتغير؟ لماذا ثبتت؟ أشياء يعني هذه يجب أن يفكر بها الإنسان. الإنسان الذي يفكر بخلق الله، إن الله يخشى من عباده العلماء. حتى عندما تفكر بخلق الله فيها أجر. كل شيء صالح موضوعي إنساني فيه أجر إلى الله. ابتسامتك لأخيك صدق، لو مررت ديك على رأس يتيم صدق، كل شيء فيها صدق. مشيك لأجل الخير فيه صدق، ذهابك إلى الحمام لكي تستحم فيه صدق، صحتك إذا اهتميت بها صدق. وهذه فصلناها، قلنا الرياضة صدقة، وقلنا الرسول الكريم يقول ما أن مسك الزوجة يد زوجته وما يذهبنا إلى الفراش إلا وتساقطت ذنوبهما أثناء المسير إلى الفراش. رجال ما أخذ مرضى يروح إلى المضجع، هاي بها أجر عظيم عند الله. هاي مجرد يلزم يدها ويروحون، يعني هاي اللي بها متعة والسعادة والهذا بها أجر. كل شيء فيه خير، فيه إنسانية، فيه مصلحة، فيه تواضع، فيه محبة، فيه أجر. مو بالضرورة لازم تصوم تصلي ولا شنو، لا لا، يعني هذه الأمور. الإسلام دين سلس عظيم، دين إنساني. نحن اليوم طبعا يعني اليوم 15 تجاوزنا، وهو مناسبة عظيمة، وقلنا لكم يوم أمس أننا سنتكلم اليوم عن ولادة الإمام الحسن الصبت، أول أبناء رسول الله من الذكور. كل أبناء الرسول توفوا، القاسم توفى وإبراهيم توفى، وتعرفون يعني كل الذين جاءوا. القاسم كان ابن خديجة، توفى طبعا وهو يعني صغير جدا، وأيضا إبراهيم أيضا. وحزن الرسول حزنا عظيما جدا على إبراهيم، يعني وإننا لا محزون على فقدك يا إبراهيم، يقول الرسول. ولذلك جاءته الكوثر، هذا ابن العاص قال هذا محمد أبتر، والعرب الذي لا يأتيه ذكور يسمونه أبتر، يعني منقطع. فنزلت الآية إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شوف هل الواحد يتذكر واحد من أبناء العاصي أو أبناء مروان أو أبناء الأمويين؟ الله قطع نسلهم تماما، ذولا كلهم راحوا، حكموا وصالوا وجالوا وقتلوا تهوا. ولكن شوفوا أبناء فاطمة يملؤون الأرض على شرقها وغربها، أينما تذهبون الآن تجدون من أبناء فاطمة، في أستراليا، في أمريكا، في أوروبا، في العالم الإسلامي، في أفريقيا، ترون هنالك أبناء لفاطمة الزهراء. أليست الكوثر يعني؟ ولذلك اليوم ولادة الصبت، والرسول فرح
فرح عظيم بمناسبة ولادة الإمام الحسن عليه السلام. طبعا الحسن عليه السلام ولد في السنة الثانية أو الثالثة، لأنه مصادر تقول أن الإمام علي تزوج الزهراء في السنة الأولى للهجرة، ومصادر تقول في السنة الثانية للهجرة، وتقول مصادر في السنة الأولى تزوجها ولكن الحسن جاء في السنة الثالثة وهكذا. لكن أغلب الظن أن الزهراء يعني الإمام علي تزوج الزهراء في السنة الأولى أثناء بعد الهجرة مباشرة، يعني كانوا عايشين في بيت واحد، وبالتالي تزوج الزهراء يعني، وأنجبته في السنة الثانية. يعني الإمام الحسن عليه السلام عاش مع رسول الله 8 سنوات، ومصادر تتحدث عن أن الحسن كان يعني كان يسير مع الرسول عندما يذهب يسير، وكان يقال أنه صبي صغير، وكان يجلس بالقرب من رسول الله وهو الصبي، كان ويسير مع الرسول مباشرة عندما يذهب إلى الجامع ويعود، وبالتالي كان صبيا يعني. وكانت الزهراء تقول أنني أستمع إلى خطب أبي كلها في المسجد. قيل لها ومن أين؟ قالت يأتيني الحسن بها. فالحسن عليه السلام كان يأتي بخطب جده إلى أمه مباشرة، كان يحفظها، كانت عند ملكة عظيمة، هو ابن من وحفيد من يعني. حتى هؤلاء الهاشميون يرضعون البلاغة والحديث، ولذلك كان ينقل عن جده إلى أمه الحديث الذي ألقى به الرسول الكريم إلى. فذلك كان عندما يعود مباشرة يذهب إلى أمه ليحدثها عن الخطبة التي ألقاها اليوم الرسول في الجامع. وهناك إشارات كثيرة إلى أن الحسن كان صبيا يافعا، يعني كان عمره 8 سنوات عندما توفى الرسول عليه الصلاة وعلى آله السلام. يوم ولادة الإمام الحسن كان يوما عظيما، ولذلك لشدة فرح الرسول كان فرحانا جدا، والصحابة شاهدوا هذا الفرح. طبعا جاءوا إليه ليهنئوه، يعني عندما سمع بأن الزهراء قد ولدت ولدا ذهب يجري إلى بيت الزهراء، وهو طبعا لا يفارق بيت الزهراء، وحمله. طبعا الإمام علي كان يريد أن يسمي، فدخل الرسول قال له يا رسول الله لم أشأ أن أسميه فتركت لك الاسم. قال سميه حسنا. قال كنت أنوي أن أسميه حمزة على عمنا الشهيد. كانت علاقة حمزة مع الرسول ومع الإمام علي علاقة خاصة جدا، يعني محبة ما بعدها محبة، أشجع العرب كان حمزة، وبالتالي الإمام علي والرسول كانوا يحبون حمزة بشكل مو فقط عمهم، ولكن هناك علاقة خاصة جدا ما بين الرسول والإمام علي وحمزة عليه السلام يعني رضوان الله عليه. فقال له لا، هذا حسن، فسماه الرسول حسن. وطبعا لا يوجد في العرب اسم حسن سابقا، يعني من يدعي أنه كان هنالك حسن في قبل الإسلام يعني هذا ليس بدقيق. والرسول طبعا أذن برأسه وكبر وأسمعه بعض الآيات القرآنية وحمله طبعا وهو رضيع، وفعل معه ما فعل مع أبيه. الإمام علي عندما ولد أول شيء رضع الإمام علي هو لسان الرسول، عندما سمع الرسول بأن فاطمة بنت أسد جاءها ولد ذهب يجري إليها فقال ماذا سميته؟ قالت حيدرة. قال لا، هذا علي،
فقالت أرضعتيه؟ قالت لا، لحد الآن لم أرضعه. فوضع لسانه في فم الإمام علي، وتعرف أن الطفل رأسا يرضع. فأول شيء دخل جوف الإمام علي كان هو رضا بالرسول الكريم، وذلك فعلها مع الإمام الحسن ومع الإمام الحسين. أول شيء يرضعونه هو رضا بالرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وعلى آله السلام. كان يوما مفرحا جدا، حتى أن صارت مناسبة، طبعا هاي المناسبة كانت من أجمل المناسبات، وظلوا المسلمين يحتفلون بها كل سنة. مناسبة مولد الإمام الحسن هي 15 رمضان، طبعا أحيوها الفاطميين. الفاطميين عندما استلموا السلطة في مصر أوجدوا ما يسمى بالموالد، مولد. فأعظم المولد، يعني المولد المولد، أعظم مولد هو مولد النبي العظيم. بعد يجي بالأهمية مولد الزهراء، عندهم مولد عظيم. بعد يجي بالأهمية مولد سيدنا الحسين، على قولهم مولد عظيم، مولد سيدنا الحسين بعد الرسول بعد الزهراء. بعدين يجي مولد سيدنا الإمام علي، أيضا مولد كبير يحتفلون به. بعدها يجي مولد الحسن عليه السلام، ولكن بعد يجي بعدهم مولد السيد البدوي اللي بطنطا اللي تصير بالاحتفالات هسه يعني. فالمولد النبوي يحتفلون به في طنطا السيد البدوي، والزهراء والحسن والحسين والإمام علي يحتفلون بها في مرقد الحسين عليه السلام في مصر، يعتقدون المرقد هناك يعني. وذلك الفاطميين كانوا موالد، الموالد الرئيسية هي مولد النبي ومولد الزهراء ومولد الحسين ومولد الإمام علي ومولد سيدنا الحسن ومولد أيضا سيد البدوي، وأيضا هنالك مولد السيدة نفيسة حفيدة الإمام الحسن التي تزوجت وذهبت إلى مصر وكانت فقيهة وتتلمذ على يدها الشافعي. طبعا أيضا المصريون يحتفلون بمولد، وأيضا يحتفلون بقدوم السيدة نفيسة يعني. فهذه الموالد ظلوا مستمرين عليها الفاطميين يعني، حتى جاء صلاح الدين الأيوبي وقضى على هذه الثلاث، وقضى على مولد الموالد كلها يعني، بقى بس المولد النبوي يعني. وحتى المولد النبوي كان ضعيفا في زمن الفاطمي، في زمن الأيوبي. ولهذا هذا اليوم جاء الصحابة يعني في الليلة عندما ولد الإمام الحسن، جاء الصحابة ومعهم الأطفال في مولد الإمام الحسن، فكانوا يرددون جئنا ما جئنا لقرة العين، جئنا ما جئنا لقرة العين جئنا، وهم يدقون هيك بأيديهم، والأطفال همات هذا جئنا ما جئنا جئنا لقرة العين جئنا. وكان الرسول يعطيهم حلوى، فصارت ما جينا يا ما جينا العراقية، وصارت ما القرقيعان قرقيعان هاي بالهذا، هي جئنا ما جئنا لقرة العين جئنا، قرة العين هو الإمام الحسن. فصارت هاي الاحتفالية مال ما جينا يا ما جينا، حل الكيس وانطلع إن شاء الرسول يحمل كيسا ووزع هذا، وبالتالي كان فرحا. وذلك صارت هاي الناس وهي يحتفلون بها بالخليج بقرقيعان يعني قرة العين قرة العين، ويحتفلون كانوا بها في مصر أيضا، وكانوا يحتفلون في المغرب العربي، ويحتفلون بها أيضا في العراق ما جينا يا ما جينا. فكلها أيضا تأتي الأطفال، شوف الأطفال جاءوا إلى الرسول جئنا ما جئنا لقرة العين جئنا، افتح الكيس واعطينا لقرة العين جئنا، افتح الكيس واعطينا، أي اعطينا حلوة. فمناسبة جميلة جدا الحقيقة، ظل المسلمون سائرون عليها في هذه المناسبة، مناسبة 15 من رمضان مولد الإمام الحسن عليه السلام. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى، ونحن نكمل الحديث عن ولادة الإمام الحسن عليه السلام في 15 من رمضان، المناسبة السعيدة التي أفرحت الرسول كثيرا وأسعدته كثيرا. وعندما ولد الإمام الحسن لم يعد يفارق هذا الطفل، يأتيه في كل ساعة ويقف إلى جانبه
وكانت الزهراء عندما تعمل هو كان يحاول أن يهدئه ويلاعبه، والإمام الحسن كان ملتصقا التصاقا كبيرا جدا بالرسول. وتذكر لنا أحداثا كثيرة أن الرسول مثلا مرة كان على المنبر يخطب، وإذا بالإمام الحسن يدخل المسجد وهو يعني في عمر 3 سنوات، يعني كان يمشي قريبا جدا، وإذا شهد جده بكثرة ما تعلق به وبقربه فجاء وصعد المنبر وجلس في حضن الرسول وظل يداعب لحية الرسول بقوة. ولكن الرسول، انظروا هذا الدرس، أن الأطفال يجب أن نعاملهم بكل رقة ولا نعنفهم، فكان يجر لحية الرسول بكل قوة، طفل ويلعب شيء أمام لحية وشعر وبالتالي، ولكن الرسول ظل يكمل الخطبة ودون أن يتأثر. وبعد ذلك عندما انتهى من حديثه حمله وخرج إلى بيت فاطمة. الحسن كان رفيقا للرسول في كل خرجة، حتى أنه الرسول كان كل أي فراغ أي لحظة يأتي إلى الإمام الحسن والحسين يداعبهم. وفي مرة دخل أبو بكر على الرسول ووجد الحسن والحسين على ظهر الرسول وهو يمشي بهم، فقال أبو بكر: نعم الفرس فرسكما. قال: ونعم الفارسان هما. يعني وهذه يعني واحدة من الطرائف التي كانوا يقولون، حتى أن أبو بكر كان دائما يشيل الإمام الحسن ويقول له: شبيها بالرسول، شبيها بالرسول، لأن الإمام الحسن كان يشبه الرسول في مشيته، في حديثه، في شكله، في أشياء كثيرة يعني. ولهذا عاش الإمام الحسن 8 سنوات إلى قرب الرسول، حتى أن الإمام الحسن هو طبعا الله حاباه بأشياء عظيمة. يعني عندما وضع الرسول عباءته وقال: اللهم يعني أحفظ وطهر أهل البيت، ونزلت الطاهر آية التطهير ليذهب عنكم رجس أهل البيت، كان الحسن والحسين بحضني والإمام علي والزهراء على جانبه وقد وضع العباء، وكان في بيت أم سلمة رضوان الله على أم سلمة، أم المؤمنين، أم سلمة زوج الرسول يعني. فقالت له: أأدخل معكم يا رسول الله؟ قال لها: لا، هؤلاء أهل بيتي. يعني أنت لك منزلة عظيمة، أنت زوج الرسول، ولكن هذا خاص يعني. وتذكرها أم سلمة بكل حب بدون أي ألم. أم سلمة كانت وفية في نقلها، وكانت من خيرة أمهات يعني الصحابيات الجليلات رضوان الله على أم سلمة، وظلت وفية وفية لآل البيت، وفية للزهراء، وفية للإمام علي، وفية لأبنائهم يعني. حتى أن قضية تربة الحسين هذه تذكرها أم سلمة، يعني لا يذكرها أحد. تقول أن أم سلمة تقول حمل بيده تراب وقالت: هذا، قال: هذا من تربة الحسين، يعني سيقتل في هذه الأرض. هذا تقولها أم سلمة، والمصادر السنية تقول بأنه أم سلمة كانت تحتفظ بهذا التراب. أنا أنقل ما تقوله المصادر السنية يعني، وأنقل ما تنقله أم سلمة، يعني أم المؤمنين أم سلمة يعني كانت تخرج هذا التراب. هذا ما تقوله المصادر، ليس من عندي وليس من عند أي واحد أو مصدر آخر يعني. لذلك وأيضا في صور المباهلة، عندما جاء نصارى نجران إلى الرسول، طبعا نصارى نجران قالوا: من هذا الذي خرج نبيا في الجزيرة العربية يعني؟ فجاءوا وهم واحد من كبار قومه مع رجال الدين، قالوا: نذهب إلى مكة لنرى هذا الذي يدعي النبوة.
ذهبوا إليه قالوا يا من تدعي النبوة، وحصلت مناقشات ومجادلات مع رسول الكريم، فحصلت على أنه يوم غدا يعني تحصل حالة من المباهلة ما بينه. فهم قالوا نحن جئنا بأبنائنا وعلية قومنا، وانت ايش عندك يا محمد؟ احنا جئنا رجال الدين مالنا وكبارنا باليمن وهذا، تعال انت ايش عندك؟ فقال في الصباح سآتيكم بما أملك. انتم جبتم رجال الدين مالكم وجبتم أعمامكم ورجالكم وهذا، فكبيرهم قال لو جاء بصحبه أو بأناس من كبار القوم فلا تصدقوه، أما لو جاء بأهله فهو صادق. ففي الصباح وإذا بالرسول يأتي بالزهراء والإمام علي والحسن والحسين. الحسن والحسين كانوا أطفال جدا، يعني الحسين كان صغير يعني جدا، حتى أن زينب لم تكن موجودة، يعني كان رضيع. الحسين كان صغير يعني ليس كبيرا، والحسن كان صب يعني طفلا يعني. فجاء بالإمام علي والزهراء والحسن والحسين، والإمام قال أنفسنا وأبناءنا، ويعني وصفها يقول. فقال طبعا وصف الإمام علي بأنفسنا. طبعا ابن تيمية شوف الحقد، قال إن الإمام علي لم يكن في سورة المباهلة. تصور الإمام الرسول جابوا يا زهراء والحسن والحسين، لم يأتي بعلي بن أبي طالب، علي طالب عافة، بينما المصادر كلها تقول بأنه جاء مع العلم أنفسنا وأبناءنا وأن تشعدكم. فبالتالي حصلت المناظرة بالمباهلة، يعني الله يباهل بآل بيت الرسول، يعني الله يباهل بعلي وفاطمة والحسن والحسين. شنو معنى يباهل؟ يفاخر. فالله بالسماء يفاخر بعلي وفاطمة والحسن والحسين. أي منزلة هؤلاء؟ الله العظيم اللي خلق الأنبياء والأكوان والشموس وكلها يباهل هؤلاء الناس. بماذا يباهلهم؟ يباهلهم بعلي فاطمة والحسن والحسين. إذن هؤلاء الناس مو أي بشر، يجب أن تكون لهم منزلة. وقالها الله رسول كسفينة يعني من ركبها، يعني أيضا الله سبحانه وتعالى قالها في قرآنه، فهم سفينة النجاة. يعني أنا لا أحكي كلام هؤلاء الناس الذين يريدون يبكون الناس مقابل كم ثمن، لا احنا نحكي علم أخوان، احنا ما نشغل لا بالطائفية ولا بالبكاء ولا باللطم ولا بالهذا أبدا، نحن نتكلم علم، نتكلم تاريخ، نتكلم قرآن، نتكلم دين، لا نتكلم شغلات قاعد على هذا وقاعد ها وهذا وجد تسكينة على متشن فلس نطوهيا وإذا نطوه ناقصة يتعارك وياهم. هذا لا يمثلون الدين أخوان، الدين يمثله العلم، الدين يمثله الإيمان، الدين يمثله القرآن، الدين يمثله ليسرون على نهج محمد وعلي، يعني هذا الدين. أما دين الكسبة لا، هذا مو دين، عذر وخلي يزعلوا مني، هاي تجارة، من تسوي القضية تجارة خلاص انتهى الموضوع، من يصير تكسب لا صارت مهنة، والمهنة لها ما لها وعليها ما عليها. من صارت مهنة انت عليك ان تتنازل منا مرة شوية زيد منا وشوية مولانا اليوم شو سوي شوية زيد لنا فلان قضى شوية زيد لنا البيت اليوم سيدنا فلان شنو، من صارت هيجي خرب الموضوع، خربت الشغلة يعني. فنحن نتكلم علما وتاريخا، ولا نبغي إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى. فتلاحظون الرسول الله والرسول باهلوا بأهل بيته ومن أنفسنا، علي نفس محمد والزهراء وأبناءنا الحسن والحسين. هاي هذه كل حتى ابن تيمية الحاقد على أهل البيت تلاحظ، بس هو طلع قال لك لا علي ما كان موجود، حتى أنه علي ما كان موجود لما الرسول وضع،
هذا رجل فظيع 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 والله العلي العظيم. أنا مستغرب من هذا الجري وراء هذا الشخص، يعني إلى أي حد النصب والناصبية سيطرت على عقول البعض إلى هذا الحد؟ يعني إلى هذا الحد اشتغلوا الأمويين، أخوان الأمويين اشتغلوا، ترى قضية التاريخ اللي تشوفوه ملعوب به، ملعوب به جدا. الأمويين وضعوا أحاديث ووضعوا سنن ما أنزل الله بها من سلطان. النسائي عالم سني، عالم سني مؤلف كتاب عن فضائل الإمام علي، راح للشام جاءوا له الشام قالوا له اذكر فضائل معاوية، قال لهم والله أنا لا أعرف لمعاوية فضل، أنا أعرف بس ها تذكرت الرسول قال عنه لا أشبع الله له بطنا، غدا إن لم تذكر فضائل معاوية والله لا هذا تذكر فضائل علي، من هو علي أمام معاوية؟ قال لهم أنا لا أعرف فضل، يعني أنا أعطوني فضل لمعاوية. وقالوا له لأنك مدحت علي كثيرا لزموه دمروه قتلوه، يعني بعد يومين ثلاثة مات الرجل، دموه أهل الشام. شنو تكتب عن علي؟ منو علي؟ جاب علي على معاوية بابا هذا معاوية؟ تصوروا هذا إخواني، يعني ذولا مجرمين أهل الشام لو مغسولة أدمغتهم. إذن أكو شغل، شغل متعوب عليه، شغل مصروف عليه، شغل مال سنوات، ترى مو لعب إخوان. فذلك لا تستغربوا من تطلعون الدواعش ويطلعون مدري شنو، يطلعون هذا ويطلعون السلفية ويطلع هذا، كلهم ذولا هؤلاء أبناء أولئك، وهؤلاء مساكين نتاج ذلك الشغل. فنسكت احنا لما نشوف شغل ناس تلومني هالايام، دكتور علي انت هالايام خابص نفسك بقضيه، انت كان خطك وين تحكي بالهذا؟ ايش جابك؟ قلت لهم لا، هذا هو ملعبي، ملعبي ان اصحح التاريخ، واذا كان اقتل فهذا شهاده لله. يعني انا لا ابحث عن شهره ولا ابحث عن معجبين ولا ابحث عن مال. انا صح سابقا كان لي العراق كله، والان اعرف انه كسبت أعداء كثر بسبب حبي وولائي لأهل البيت، ولكن لا والله فلأخسر كل شيء ما دام أظهر الحقيقة، الحقيقة ولا أبغي غير الحقيقة والله، وأخسر ما أخسر. مش أخسر يعني. تخسر حياتك، أنت شهيد، شهيد للحقيقة، شهيد لهذا. أخوان يجب أن، بس مو بطائفية، مو نزرع الطائفية أخوان، مو نزرع البغضاء، مو سب أمهات المؤمنين وسب الصحابة، لا لا. ولنا بأبي الحسن أسوة حسنة، انظروا إلى أبو الحسن شلون عامل السيدة عائشة، خرجت عليها وشالت السيف وانقتلت 30,000 واحد من الصحابة، عاملها برفق وباحترام وبإجلال وركبها وماذا وحطوا لها فرسان ودزها معززة مكرمة، عاملها باحترام. فكيف نسيء لأم لا أمهات المؤمنين والصحابة؟ لا أحد يسبهم ولا أحد يتكلم عليهم، هذه مو دين ولا أظهار حقيقة. أما إن حصل شيء فهي يم الله، هاي يم الله. أنت تطرح الحقائق بس لا تحكم عليه، كذا وكذا، لا أطرح الحقائق صح، أنا أطرحها. البارحة حكينا عن قضية خالد بن الوليد ومالك بن الوليد، حكينا تاريخ. أما نسيء ونغلط لا لا لا، حكم عند الله، لا يزكي الأنفس إلا الله، وش بدري شو بدريك هو أني أحسن منه يعني، أو أنت أحسن من عنده. هذه نترك، قد يكون قاموا بأعمال جليلة إحنا ما ندري بها، يعني قد يكون إحنا وصلتنا تاريخ أعمال معينة، ولكن قد يكون قاموا بأعمال جليلة. يعني حكمهم لا يزكي الأنفس إلا الله. أنت أحكي تاريخ، تكلم عن آل البيت، أعطي صورة وحقيقة آل البيت، ولا تسب ولا تشتم، لأنه المقابل أخوان، شو أنت مولود ببيئة تجل الإمام علي والزهراء والرسول وهذا متعود عليها، هو هم مسكين مولود ببيئة تجل فلان وفلان. أنت عندك مقدسين الرسول وعلي والزهراء والحسن والحسين والكاظم والعباس والرضا، عندك مقدسين ولدت بهذا، اللي تجاوز عليهم الذبح هم أيضا ولدوا في بيوت في بيئات، فلا تتجاوز
على قناعتهم. يكفي أن المشترك وياك هو أنه لا إله إلا الله، محمد رسول الله، قبلة واحدة، قرآن واحد، حج واحد، والباقي أمور أخرى اجتهادات لا تكفره كما أنت تم تعظ منه. هو يخلي كفرك، هو كفرك لأنه ساري على خط منحرف. يعني أنت عليك توضح، أنت عليك تقول له أنا لا يمكن أن تكفرني، توضح له بس مو تكفره. ولا تسب أي شخص، مثل ما أنت عندك مقدسات هو عنده مقدسات. أنت ولد تبي أنت على سمن فلان وفلان اللي قاعدين أمامي، أنتوا قعدتوا قريتوا عن علي وشفتوا عظيم، أنتوا قريتوا عن الزهرة وتعلقتوا بالزهرة، أنتوا شفتوا الرضا وقريتوا عن الرضا وتعلقتوا بالرضا. لا، أبوك وأمك وزايرة بيبيتك راحت للرضا ومدري شنو، وأبوك راح للحج وتروحون تمشون الإمام الحسين وتروحون الإمام الكاظم، وقد يكون الشخص المتعلق بآل بيت ولا يعرف أي شيء عن آل بيت. أنا أسأل بعض يروحون للإمام الكاظم أقول له بابا تشرف على الإمام الكاظم، شو وقت عاش الإمام الكاظم؟ ايش قد الحبس الإمام الكاظم؟ ايش راد الإمام الكاظم؟ احنا نحب الإمام الكاظم. والولد اخواني انا احكي بتجرد ولو تجرد مزعج للبعض. هذا الولد في بيئة امه تقدس الإمام الكاظم، فشيء جميل حب آل البيت، حبكم وفرض. يعني العباس يجي يقول له للرسول يقول له قريش تكره آل البيت، قال والله طريق الجنة حب آل بيتي. اللي يريد يروح الجنة لازم يحب آل بيتي. ماكو واحد يكره آل البيت يروح الجنة أبد، وإن صام وإن صلى وإن 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 حب آل البيت. أنا مو مثل ذلك يقول له والله أحد يزور والله كأن حجة ألف مرة وما أدري شنو، واحد ليس ولا أحد يصلي بس يزور مرة الإمام الفلاني خلاص يروح يزني يسوي هذا. لا، هذا مو صحيح، هذا مبالغة وغلو وتدمير للإسلام. والله أنت سو روح إزني سوي بوك بس روح زور الإمام الفلاني تروح للجنة. هو هكذا قال الإمام علي وهكذا قال الرسول وهكذا قال القرآن؟ لا، هاي إساءة الإسلام، هاي مبالغة، هذا لا، هذا جنون. والله أنت هذا ولا كم واحد قاعد بالمنبر يريد يستفيد بتشي جاسمية وخاتشية ومدري شنو، والله خاطر. لا أخوان، الإسلام مهيج، التشيع مهيج، المذهب الجعفري مذهب عقلي، مذهب علمي. مذهب الجعفري يختلف عن كل المذاهب بشيئين، بأنه أكثر المذاهب علاقة بسنة الرسول. شوفوا، ما أقول لك المذاهب السنية والمذاهب الشيعية، المذهب الجعفري هو أكثر مذهب ملتصق بسنة الرسول، أكثر تطبيق لسنة الرسول هو المذهب الجعفري. يعني وثانيا مذهب الجعفري مذهب علمي، علمي ما يتعارض، الصادق يقول ما يتعارض مع العقل يتعارض مع الدين. مذهب عقلي، مذهب علمي، مذهب علم، مذهب عقل، يقيس الأمور بطريقة علمية. هو كيف اختلف الصادق أبو حنيفة وهو من تلاميذ الصادق؟ اختلفوا مع الصادق على قضية في السنة. الصادق تمسك بالسنة، أبو حنيفة قال أنا لي رأي، يعني بقضية الدية والما أدري إيش وقطع الأصبع، رأيه الرجل إلا رأي، هو يعني هو لا يريد يدمر الإسلام ولا، قال لك أنا عندي رأي، أنا استنبطت هذا الرأي، صاحب الرأي. فلا هو بالعكس، أبو حنيفة مات من أجل آل البيت، جلد وكان يساعد كل ثورات آل البيت، والعباسيين قالوا له نعطيك ملك الري بس عف العلويين، قاله لهم لا والله الحق مع العلويين والباطل معكم، قتلوني وقتلوه، قتل المنصور. فهذا رجل جليل يعني، ولكن رجل اختلف في رأي مع الإمام الصادق. يعني الاختلاف لأن الإمام الصادق كان متمسك بالسنة وأبو حنيفة كان لديه رأي، يعني ذلك يسمى صاحب الرأي. فالمذهب الجعفري بصفتين أخوان الذي يتعمق، أنا رجل لست رجل دين ولا أريد أكون رجل دين، أنا رجل تاريخ، رجل علم، ولكن من خلال الوصول إلى التاريخ عليك أن تتفقه في الدين يعني والفلسفة
والتاريخ واللغة، أشياء كلها يجب أن تكون هي أدوات المؤرخ. مو كل واحد هسه الآن كاتب له هيك دفتر هيك وقال لك والله الدكتوراه مالتي، أو يروح لك معهد تاريخ ما شنو وقال لك أنا دكتوراه. لا أخوان، الدكتوراه أن بعد الدكتوراه أن يصير عندك القدرة أن تحلل وتبحث وتبدأ تقرأ، تصبح طالب بعد الدكتوراه. الدكتوراه مو كاتب لك صفحتين والله هاي الرسالة مالتي خلاص خارج الرسالة. لأن أشوف بعض الزملاء في الجامعة ما عنده غير بس هاي يقرأ حالة حال الطالب اللي يمتحن به، حتى من يجون الطلاب بالامتحان يجيب الكتاب اللي درسه ويشوفه زين قدامنا تصير. التاريخ والمؤرخ هسه كلها تطلع يقول لك احنا مؤرخين. انا اشتغل بالتاريخ حوالي 65 يعني الان 45 سنة انا اشتغل بالتاريخ. يعني منذ ليش؟ 50 سنة انا اشتغل بالتاريخ من دخلت اول كلية. ما في يوم قلت عن نفسي انا مؤرخ الا يمكن اخيرا بعد ان الفنا وجدنا. فالقصد انه الان يجب ان ننظر الامور بطريقة علمية. المذهب الجعفري، وانا هنا لا احاول ان اشد الناس بمذهب جعفري او ان لا، بس انا احكي حقيقه خطره تبقى في الذهن، ان المذهب الجعفري به صفتين. صفه انه اكثر مذهب مرتبط بالسنه، يعني الامام جعفر الصادق لم يخالف السنه في رايه، رغم انه مذهب الصادق هو مذهب الاجتهاد والشيعه يجتهدون، بعض المذاهب توقفت يسيرون على السلف. مذهب الجعفري باجتهاد يعني، وهذه واحدة من أسباب ديمومة المذهب الجعفري. فبي الصفة الأولى أنه أكثر مذهب متمسك بالسنة النبوية، ثانيا هو أكثر مذهب علمي. فإذا شلون نخلي هذا يجي قاعد على المنبر جاوي دور فلوس وما أدري شنو، هذا لا تصلي لا تصوم روح أزني وما أدري شنو لا تحج بس روح زور فلان. ليش اخوان ليش؟ ليش ليش؟ يعني هذا هي اساءة للاسلام والمذهب والمذهب ولابو الامام علي عليه السلام والى الى اهل البيت. لا اخوان، علموا الناس الدين الحقيقي، علموا الناس المذهب الحقيقي، علموا مذهب علي بن ابي طالب، علموا مذهب جعفر الصادق. وهذه تتطلب منهم، بس البعض منهم ما يقرا. لا خلاص انا رادود يلا حافظ لك كلمتين وكم رده وما شنو هاي. مو صحيح، ما تصير هيك. انت ما دام انتهنت شغله عليك ان تكون يعني قدها. يعني سواء واحد يصير مدرس تاريخ غير يصير يفتهم بالتاريخ، مدرس جغرافيا غير مدرس انجليزي غير يفتهم بالانجليزي. يعني ولذلك اخوان احنا هنا نتكلم بما يتفق مع العلم ويتفق مع المنطق. ولذلك احنا نقول بان حب اهل البيت فرض، وهذا قال الشافعي حبكم فرض، ومن لا يصلي عليكم فلا صلاة له. فمن لا يحب أهل البيت فلن يصل الجنة، ومن يبغض بل مو يبغض، من يقارن، شوف راح أكون شوية متطرف بس على ما يقوله الرسول، من يقارن ما بين أهل البيت وأعدائهم والله لن يدخل الجنة. وأنا مسؤول عن كلامي كإنسان فهم الدين الإسلامي. الذي يقارن بين آل البيت وأعدائهم ويقول هذا رضي الله عنه وهذا والله لن ندخل الجنة. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى ونحن نكمل الحديث عن هذا اليوم العظيم، مولد الإمام الحسن عليه السلام. وتحدثنا عن هذا اليوم وسعادة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وعلى آله السلام، وتحدثنا عن الإمام الحسن عن دوره و قربه من الرسول، وتحدثنا بأن الإمام الحسن كان أول راويا عن الرسول، يعني لأنه كان يذهب وكان عمره عندما توفى الرسول 8 سنوات، يعني كان عمره 5 سنوات إلى 8 سنوات، ظل حوالي 4 سنوات هو يذهب للمسجد ويجلس بالقرب من الرسول وينقل المحاضرة نفسها إلى الزهراء. يعني ذلك الزهراء قالت أنني أستمع إلى كل محاضرات أبي من خلال الحسن. يعني الحسن كان طرف الأطفال عندما يكونون في بيئة عظيمة، فما بالك إذا كان ابن رسول الله ابن علي ابن فاطمة، فيكون فطنا وبالتالي يحفظ. وذلك أصبح الإمام الحسن عليه السلام
بين كنف جده وأمه وأبيه الإمام علي، وذلك أصبح فقيها. ولكن طبعا السير والتاريخ التي نقلت عن الإمام الحسن كان ضعيفة جدا وقليلة جدا. الإمام الحسن نقل وتحدث عن أحاديث كثيرة جدا، وكان فقيها وكان مفسرا للقرآن. بعض المصادر عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب، بعض أبو حنيفة يذكر بعض الأشياء، أحمد بن حنبل يذكر، لكن طبعا بصورة عامة السنن وغيرها لا يذكرون للحسن فقها أو قدرة أو أي شيء آخر، بل بالعكس نقلوا عن الإمام الحسن أشياء غير صحيحة وانطلت حتى على كتب بعض من الشيعة، يعني أنه الإمام الحسن كان مزواجا. كم تزوج الإمام الحسن؟ كم تزوج الإمام الحسن؟ التاريخ يذكر أن الإمام الحسن تزوج 5 زوجات. بعض المصادر التي تبالغ قالت 11 زوجة. ما هو عمر زوج 11، الإمام علي زوج 11، عثمان تزوج كذا، كلهم تزوج. هذه سياق عند كل الصحابة وكل الخلفاء يتزوجون ويطلقون وغيرها، هذا سياق يكرمون به النساء وخصوصا زوجات القادة وغيرها وغيرها وغيرها. المعروف عن الإمام الحسن أنه تزوج 5 زوجات فقط، وإلا وين أبناء الحسن يعني؟ يومية وطالعين فلانة بنت الحسن فلانة بنت الحسن. الحسن ليس لديه سوى بضعا من البنات، حوالي 5 من البنات، وكلهن في المدينة، وكلهن تزوجن في المدينة وتوفين في المدينة. فمنين بعض خضروات بنت الحسن، جاسمية بنت الحسن، ما أدري إيش بنت الحسن، منين تجيبوها هاي؟ منين تجيبون هاي الأسماء؟ بالله عليكم، بنات الحسن موجودات في المدينة، والإمام الحسن لديه 5 بنات فقط، والإمام الحسن لم يتزوج سوى 5. ذكرت أسماء لزوجات الحسن تاريخيا غير موجودة، كما وجدوا صحابة مثلا العسكري عند كتاب 140 صحابيا مختلقا، أثبت بأن هنالك 140 صحابي غير موجود. هاي ذول اللي لفقوا الأحاديث عن 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 ودخلوها، أكو شخصيات غير موجودة. عبد الله بن سبأ شخصية مختلقة، هذا الذي يقول ويذكر الطبري ويذكر عبد الله بن سبأ يقول بأن علي كان يبالغ في شخصية علي وكذا، وخلق ألوهية لعلي، وهو الذي نشر علي اللهية وغيرها. شخصية غير موجودة، عبد الله بن سبأ غير موجود بالتاريخ. الطبري ميزة فيه أنه يذكر كل الروايات، وذلك الطبري ذكر كل روايات الشيعة، لذلك أنا أقول الطبري خدم الشيعة، لذلك كل روايات الشيعة أخذوها من الطبري. يعني الطبري قدم كل الروايات لصالح الشيعة، وكل الروايات اللي رواية واحدة هي رواية عبد الله بن سبأ وبعض الروايات البسيطة، بس بصورة عامة الطبري ذكر كل شيء، وهنالك رواية كذا كذا كذا، وكلها أخذوها من الطبري، كلها أخذوها من الطبري. ولذلك الأمويين خلقوا صورة للإمام الحسن غير صحيحة، من ضمنها أنه الإمام الحسن كان مذواقا. مذواقا يعني يطلق، هو يضوج بسرعة. مذواق، نحن نقول كلمة مذواق صاحب ذوق، هي غير صحيحة بالعربية، يعني يطلق يذوج بسرعة يعني، وهذه غير صحيحة. وأوجدوا قصة أن الإمام علي صعد على المنبر قال وإياكم أن تزوجوا الحسن. الإمام علي عنده ولدين 2 ما يعرف يوصلهم الفكر المحمدي والعلوي، بحيث واحد يطلع مطلق يعني ومزواج ويصعد على المنبر. الإمام علي الذي علم الدنيا وسيعلم الزمان إلى آخر الزمان
يصعد على المنبر يقول يابا ترى انا برا اكو حكي. هذه واحده من الروايه انطلت على بعض رجال الدين الان، هذا يقول لك يذكرها ولقيتها بالكافي، انطلت على كل الناس. هذه روايات مختلقه اخوان. الحسن والامام علي رادوا يوجدوا له ثغرات، ما لقوا ثغرات. شنو ثغرات الحسن؟ هل شرب الخمر عفوا، هل زنى، هل كذب، هل ماكو، هل سار بنميمه، هل دعا، هل هذا كان يسمى اكرم الكرماء، اتقى الاتقياء، كان مفسرا. فشلون يشوهون صوره الامام الحسن في زمن معاويه؟ الامويين اشتغلوا على ال البيت اخوان، شخصيات مختلقه، وابو هريره يحط شخصيات غير موجودة، أحاديث غير موجودة. وأنا ممكن أسوي لكم بس 20,000 شيء يخص البيت مختلق وكذب. ودع ذلك، قلت لكم الإمام علي عندما استشهد الخبر وصل لأهل الشام اللي بيه معاوية، قالوا وهل علي يصلي؟ علي يصلي؟ كافر، زنديق، مارق، مرتد، شلون هذا يموت بالجابة على المحراب هذا؟ تصوروا، بحيث غسل دماغ. زين هذا غسل الدماغ منين يا اخوان؟ غير من الحكي والكذب والزن والهذا. والحسن لا يصلح، هذا مذواق ومزواج. وجدوا في القصه، واحده من القصص قريتها ايضا هذا، والله ان الحسن كان يمشي في الكوفه قال من هذه الهيفاء والمدري ايش العجزاء، هيفاء طويله وعجزاء يعني لديها عفوا ورك، اتوني بها لاتزوجها. قال له يا امير المؤمنين انها ابنتك. تصور الحسن ابن علي ابن ابي طالب يشوف فد وحده وتصير بعينه، يقول لهم جيبوا لي اتزوجها، ويقول له هاي بنتك وما يدري. تشوف هذا انطلت على اهل الشام، تلفيق وكذب. قلت لكم علي طلعوه زنديق وكافر، علي يسب على المنابر 90 سنة يخلصون الصلاة، اللهم نعل الزنديق الكافر علي ابن ابي طالب المارق المرتد، اللهم اركسه واركس اهله وابنائه. هاي بلاش يعني. الانسان واحد في الشام صلى ما كملها بسب علي، قال له عيد صلاتك. لماذا؟ قال صلاتك ناقصه. يا ابن ليش ناقصه؟ قال انت لم تكملها، السنه تقول ان تسب علي. قال ها نسيت والله. عادها ليش؟ لانه ما سب علي. اخوان يعني انتم سنه الوشيعه اللي امام الان، تعرفون الشغل اللي صار على علي والحسن وهذا. فاشتغلوا على الحسن وقام يلفقوا له اشياء، من ضمنها قلت لكم من هذه الهيفاء والعجزاء؟ اتوني بها، والله لقد دخلت الراس والنفس. هذه علي مع الحسن يمشي بالشارع يدور رسوان واتوني بها، ويقول هاي ترى بنتك. يعني شايفين الخسه، شايفين الدناوه بالتعبير، شايفين الامويه بالموضوع. يعني هذا ما واحد يحكي بيه، هاي هم بها طائفي يا اخوان. والله لعنة الله علينا وعلى ابائنا وامهاتنا اذا ما نصلح هذه الاشياء، والله لعنة الله علينا ولا بارك الله بنا. اخوان احنا ندافع عن من؟ ندافع عن ال محمد. نحن ضد السبابين، ضد الصحابه، ضد هذا، بالعكس نحن نحترم. انا اجل كل المذاهب، ولي اخذ من بعض المذاهب اشياء اخرى انا مقتنع بها. يعني أنا لا أنتمي لمذهب، أنا لكل المذاهب أمامي، آخذ ما مقتنع به. ولذلك أنا ليس لدي اتجاه مذهبي إلا الحقيقة. فلذلك الذي يصحح الحقائق لآل البيت يسمى طائفياً؟ لا والله، إذا كانت الطائفة فأنا طائفي، يلا روح. يعني القصد شوهت صورة الإمام علي بحيث دخلت كتبنا، يطلع لك واحد آية الله هسه والله انظروا ها مولانا، شوف الكلين ايش قال عن الامام الحسن، لاحظوا مولانا شوفوا احد يدور طشه. رجال دين كبار كل واحد رجله بالقبر ويدور طشه، على حساب ماذا؟ على حساب الدين وعلى حساب طشه. وين طشه؟ بالقبر. ختموها بشيء يخدم الناس، يخدم وحده الناس، يخدم ال البيت، يخدم القران، يخدم، مو تخدموها بالطشه. هيجي الطشه دوخت العالم. الفاشينستات يريدون طشة، الرياضيين يريدون طشة، الكوافيرات يريدون طشة، رجال الدين يريدون طشة، الإعلاميين يريدون طشة. وبعدين
يعني شعب كله لازم يصير مشهور، لازم يمشي بالشارع ياخذوني صور وخلاص. هذا هو هيك هاي الحياه يعني، هذا موت اخوان، هاي الطشه مرض مرض مرض، انتشر بين رجال الدين، انتشر بين اللاعبين، انتشر بين السياسيين، انتشر بين الاعلاميين، انتشر بين النساء، انتشر بين الفاشينستات، انتشر بين الكوافيرات، كله لازم كل واحد لازم يصير هو مركز الكون. شي زين او شين لازم يصير مركز الكون، لازم لايكات ولازم هذا وهاي. بس هذا دمار اخوان، اخوان الشعب يعني. انا دا احكي بحرقه طبعا، ناقل الكفر ليس بكافر، انا دا احكي بامور صغيره، واحد يقول لي لا تتدخل هذه الامور الصغيره. اخوان هاي الامور الصغيره دمرت شعب. اخوان هاي الامور الصغيره خلت الجيل ما يفهم اي شيء لا بالتاريخ ولا بالدين ولا بالهذا. اخوان هاي الامور الصغيره حولت شبابنا الى شباب تافهين في اغلب الاحيان. هاي الامور تافهه اذا انا ما نبه عليها وذاك ما ينبه عليها وغيره ما ينبه عليها. وبعدين فاخوان الامام الحسن تعرض الى هجمه امويه بانه كان مزواجا ومطلاقا ومذواقا ومدري شنو وشغلات، وتزوج 26 مره. اعطوني 10 زوجات للامام الحسن. اللي قالوا 26 ذكروا 11 زوجة فقط، وخمسة من ذني غير موجودات، بعض منهن متوفيات يعني سابقا، البعض منهن كان اسمها متشابه مع واحدة يعني ماكو. الإمام الحسن تزوج 5 وكلهم كانوا متزوجين 9 و10 وهذا يعني يطلقون وهذا. فمنين بعدين احنا جينا الشيعة يوميا نحفر ونقول فلانه بنت الحسن. هسه لو تعدد بنات الحسن بالعراق فال 700 وحده. زين وين هم ابناء الحسن؟ فهموني. الحسن عنده ابناء محدودين جدا لا يتعددون لا يعدون الستة. 3 منهم لم ينجبوا. 3 من ابناء الحسن لم ينجبوا. عمر بن الحسن لم ينجب. الحسن المثنى كان نسل الحسن كله أغلبه جاء من الحسن المثنى، بعدين عبد الله المحض، بعدين نسلت وصارت إدريس ومحمد النفس الزكية وإبراهيم. وهؤلاء أبناء الحسن عاد وينهم إذا عنده متزوج 6 زوجات؟ وين ولد الحسن؟ ليش عنده 6 و3 لا يذكر التاريخ أن 3 منهم أنجبوا؟ محمد يعني هو عنده محمدين الإمام الحسن، 3 منهم لا يذكر التاريخ أن لديهم أبناء يعني لم ينجبوا، 3 فقط أنجبوا، وواحد استمر نسله. فإذا كان الحسن متزوج زين وين 26؟ وين هذا؟ أنا أريد تدخلون بعيون دول اللي يحجون. تعال منين لك الحسن عليه السلام لم يتزوج، خذوها عني، لم يتزوج غير 5، ولم ينجب غير 5 بنات، ولم ينجب غير 6 أولاد، و3 من هؤلاء لم يأتيهم أولاد، 3 فقط. حال حال كل البشر يعني. سووا لك يا مزواج هذا الحسن. لو كان الإمام علي عند موقف الإمام الحسن ويصعد على المنبر يقول لهم اياكم ان تتزوجوا الحسن، يعني اذا عند موقف، ليش عندما اصيب الامام الحسن الامام علي قاله يا امير المؤمنين ولي الحسن، قال لا انهاكم ولا اوصيكم، انا ما اريد اوصي بس ما انهاكم. لو كان الامام علي عند موقف الامام الحسن يخليه يصير خليفه؟ قال لا أوصيكم لأني لا أريد أن أوصي، أنتم اختاروا شوف الأفضل. لو كان الحسن أفضل اختاروه، لا أوصيكم ولا أنهاكم، فاختاروا الناس الإمام الحسن. فشلون الإمام علي صعد على المنبر كما يقول الأخ الحيدري كمال الحيدري؟ شلون يابا؟ شوف مولانا بالكافي منين جبتها؟ قد يكون انطلت على فلان وفلان وفلان. قرآن كريم اخوان وانت تجي تصيح بها بالمنبر، مع احترامنا واجلالنا لك، شنو الموضوع؟ شنو القضية؟ ايش صاير؟
اشوفكم تدورون شغلات بس بيها ها صوت قال فلان من شنو. اخوان شويه يعني شويه بعض رجال الدين ائمتنا يعني شويه لسانكم ضبطوه. الكلمة لها معنى. أنا مو رجل دين ولا أريد أصير رجل دين، بس أنا رجل ألم، رجل تاريخ، يعني موالي لآل البيت، موالي بعلم. فشلون انطلت عليكم هاي القضية؟ الإمام الحسن كان فارسا وكان مؤمنا وكان كبير بني هاشم بعد علي بن أبي طالب. حتى ابن عباس، وابن عباس أكبر من الحسن. ابن عباس قال من يولى؟ قال وهل ولينا غير أفضلنا وكبيرنا الحسن؟ زين ابن عباس هذا محبر الأمة، شلون لعد هذا؟ وليش هو كان علي وياه؟ علي استشهد. ابن عباس شخصية جليلة وكبيرة، شخصية كلش مهمة، يعني لولا وجود الحسن والحسين لكان ابن عباس بعد علي بالمنزلة عند بني هاشم. بالمنزلة عند بني هاشم كان العباس عبد الله بن عباس. لكن وجود الحسن قال لا، الحسن هو أول بايع وهو دعا الناس، قال أيها القوم علي قد استشهد وها ابنه خير الناس ابن رسول الله كذا وكذا وكذا فكذا فبايعوه فإنه والله خير لكم في الدنيا والآخرة. هذا عبد الله بن عباس دين. بعد سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك مرة أخرى عزيز المشاهد، ونحن في هذه اللحظات العظيمة الربانية الإلهية التي نكون فيها بالقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس الآن عادوا من خروجهم واستعدوا للسحور، والبعض منهم الآن اتجه إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الثلث الأخير من الليل هو الثلث الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى لتقبل الدعاء. لذلك هليئا لمن يقنط الآن للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. سأكمل الحديث عن الإمام الحسن عليه السلام. الإمام الحسن كما قلنا منذ نعومة أطفاله كان محط إجلال واعتبار. يعني تصوروا حتى عندما عمر بن الخطاب قبل أن يعني يموت، قبل أن يتوفى، كون ما يسمى بالشورى، يعني ستة، جعل الإمام الحسن مشرفا وهو شابا صغيرا. كان بمظهرهم الإمام علي والزبير وعثمان وغيره. فالحسن كان من الناس المشرفين، ولكن لا ينتخب ولا هذا. كان شاب صغير جدا، يعني شابا عشرينيا، يعني صغيرا جدا يعني. فمن هذا الذي يجعله مشرف، يعني تابع عملية الانتخابات وغيرها ويدخلون وهذا، بالإضاءة مع عبد الله بن عمر. إذن كان له منزلة كبيرة جدا بحيث يوضع بهذه المنزلة، وكان مؤثرا وكان بليغا، وإلا لا يوضع بهذه المنزلة. ثم الإمام الحسن عليه السلام ساهم بحروب الإمام علي عليه السلام مقاتلا، وكان الإمام الحسن معروفا بشجاعته وشراسته في الحرب من أجل الحق، وقاتل في النهروان، وقاتل في صفين، وقاتل أيضا في الجمل. يعني كل هذه كان مقاتلا، حتى أن الإمام علي كان يقول للحسن والحسين لا تتوغلوا كثيرا، لأنه كان يندفعون. الإمام الحسن والحسين كانوا شباب صغار، ومعهم الإمام العباس كان صغيرا جدا أيضا، كانوا يندفعون يعني، فكان يقولهم لا ارجعوا شوية. ولكن محمد بن الحنفية كان يقول له لا شوية تقدم. فأحد الخبثاء قال له انظر، يقول لأبناء فاطمة تراجعوا ولك يقول تقدم تقدم. قال نعم هذا حق. قال وكيف حق؟ قال
هؤلاء عيناه وأنا يده، أنا يد أبي. والإنسان يدافع عن عينيه بيده، لو جاء الخطر على أن تدافع عليها بيش بعينك، فأني إيده وذول عيونه. ثم جاء محمد بن حنفية وقال للإمام علي، قال هكذا قال بعض من الخلفاء، قال انظر يا ولدي، أنت ولدي، أنت ولدي، ومن حقي أن أدفعك، ولكن هؤلاء هذان أولاد محمد وهم أمانة. ذولا ولد محمد مولدي، ذولا ولد الرسول، وأنت ابني. فهم فيهم صفتين، ولدي ولد الرسول، فذولا لهم، يعني أنا أحافظ على ولد الرسول، وأنت يدي وأنت كذا، وهم مندفعين، يعني هم شباب مندفعين، وأنت شاب ومقاتل وتعرف كيف تتقدم، بس هو ما يعرف بعدهم يدفعون، أنت يعني أعتمد عليك، لأن أنا أعرف أنك عندك خبرة بالقتال، وهذول شباب، هذول شباب وذولا يندفعون، يعني أنت شوفك تقاتل بطريقة يعني صحيحة، لكن ذولا يدفعون، يندفعون كلش. لاحظ، فكان يقول للحسن والحسين لا ما تندفعون، لا يستفردون بكم. يعني فكانت الإمام الحسن يندفع في قتاله، وذلك الإمام كان يقول لا تندفع كثيرا يا حسن، وكان دائما عليه يا حسن عد قليلا. الحسن كان يدفع، هو الحسين يندفعون، والعباس كان يتصير أيضا يندفع معهم. ولذلك الإمام الحسن كان قريبا جدا من أبيه، وكان يعيش في كنفه، وكان ولذلك عندما استشهد الإمام علي عليه السلام اختارت الأمة بلا منازع الحسن خليفة، الخليفة الخامس. ليش ما يذكروا الخليفة الخامس؟ شلون يابا؟ خليفة منتخب، الخليفة الخامس هو الحسن. لا، تنازل الإمام، من قال تنازل؟ هو ما تنازل، هذه قضية يجب أن تنتهي في قضية التراث. الإمام الحسن لم يتنازل، الإمام الحسن تعاهد. هو ليس صلح الحسن هي مو بيس ولا تسوية ستلمنت ولا أجريمنت اتفاقية، هي تريتي، يعني بالتعابير الإنجليزية، والتريتي لها شروط. فالإمام الحسن فرض شروطا على معاوية، هاي خمس شروط تتمسك بها أنا أعطيك السلطة، تبقى بعمرك بعدين ترجع للمسلمين، جيش الإمام علي وجيشي ضم لك وما تحاسب أحد، تصرف لهم الرواتب كما تصرف هذا، وتسير على الكتاب والسنة، ولا تورث أحد، أي الخمسة. موافق؟ قال موافق. لكن معاوية كلها خرق، بقت الأخير الإمام الحسين، كان منتظر أخير شيء أنه يورث، خرقها كلها الإمام معاوية، قتل أصحاب علي مثلا حجر بن عدي وغيره وغيره وعدي، وأيضا فرق بين جيش الإمام علي وجيش هذا، وأيضا لم يعطيهم هذا، وأيضا قام بأفعال وسمى الإمام الحسن، بقد شيء واحد ورث، عندما ورث وأصبح يزيد صار الإمام الحسن. فإذا هي اتفاقية، الحسن لم يتنازل، الحسن أراد سلما. الإمام الحسين قال له يا أخي عندما نتسالم مع هذا فسندفع دماء أكثر، قال يا أخي في رقبتي هؤلاء القراء، هذا حملة الدين، في رقبتي أن علي أن أحافظ عليهم، هؤلاء سيقتلونهم، وبالتالي أنا أعرف. وذلك الرسول عندما قال الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، يعني إن قاتل هم أئمة، وإن تصالح هم أئمة. وذلك الحسن إمام إن قاتل وإن قعد فهو إمام أراده الله، وبقول الرسول عليه أفضل الصلاة وعلى آله السلام. وبذلك أقول لكم شكرا جزيلا، وإلى اللقاء مع رق تحياتي.